بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. إن شاء الله نكمل دلوقتي وهنتكلم على السوبرا جلوتيك ديفايسز. بعض الكتب بتحب تصنفهم على إن حاجة اسمها الفيرست جينيريشن والسكند جينيريشن، تمام؟ إيه الفرق ما بين الاتنين؟ أو لو جات لك ده وده، فيرست جينيريشن اللي هو السيمبل اير واي، سوري السيمبل ال ام اي اللي احنا عارفينه خالص، اللي هو الكلاسيك اللي انا بستعمله، في هو عباره عن سنجل شانل وخلاص، تمام. طبعا هو مش بيبروتكت جامد اجينست الفنتليشن، سوري اجينست الاسبيريشن الفوميتنج بالذات يعني، وما فيهوش حاجه معينه ادفانتج اللي هو البيزك او الاساسي. طب ايه السكند جينيريشن او الاس اي ديز؟ السكند جينيريشنز اللي هم بدأت بقى بعض الشركات عايزة تكسب أرضية، فقررت ان هي تعمل ايه، يا اما احط لك تراك جديد يساعدك ان انت تدفليت الاستومك، يعني تخلي دي لوحدها ودي لوحدها، زي البروسيل مثلا بتاع شركة الفليكس، وسوبريم برضو بتاع الفليكس، برضو اوراجين ده تبع شركة امبو، وفي الاي جيل بتاع الانتر سيرجيكال معظم الناس اشتغلت بيه تخين كده وفي فتحه من الجنب يعني. anyway هي بس الفكره ان احنا بدل ما هو كان عادي وكنا قلقانين من ان احنا مش عارفين نوصل للاستومك منه، قرروا ان هو لا ممكن نعمل سايد شانل، ولو ان كلينيكالي وايز بات اي هاف نوت دان ات. انا شفت ناس بتشتغل ابر جي اي بتاع زي ده، سمعت يعني، برضو انا ما اشتغلتش الكلام. anyway يعني خلونا ايه في الـ evidence based وما فيش داعي ان احنا نروح بعيد عنها. المهم جميل، ايه مميزات السوبرا جلوتيك ديفايس؟ تمام، اول حاجة انت تقدر تحطه blindly، تمام. تاني حاجة اسهل كتير، يعني لو انت جبت واحد بقاله سنين بيعرف يحط اي تي تي تيوبس وواحد لسه بيجرب، يعني هتلاقي ان الاثنين مثلا مستواهم في ال ام اي اولموست ذا سيم، مش محتاج اي تكنيك عالي يعني، تمام. اقل طبعا في الـ في في السي في الـ في الكارديو فاسكولار ريتابيليتي، هو مور سيمبل، ما فيش انت ما بتخشش بحاجه عنيفه زي اللارينجوسكوب مثلا، ما بتعملش فيجوراس ستيميوليشن، وما بتحطش حاجه جوه اللارينكس. شفتوا زي ما احنا شايفين اللارينكس الفيجاس مهيئه من فوق لتحتها، اوكي. اسهل كتير في الساتوريشن، اقل في الانترا اوكلر بريشر، تمام. ممكن تستعمله ككوندويل للانتيوبيشن، اناتوميكال الاينمنت هو مكانه كويس جدا، شكله بيظبط جدا مع الابجلوتيك، مع الابجلوتيك اوبننج، تمام. دلوقتي بقوا بيحطوه في العيانين اللي هي بتاعه كانت انتيوبيت كانت فنتليت، يو شود جو فور ال ام اي قبل ما تجرب السيرجيكال، تمام. الفيرست جينيريشن اقل طبعا في موضوع الاسبيريشن، ولكن التانيين يقال انهم حسنوا الموضوع، فهل هو احسن هل هو مش احسن، اتس نوت فور اس تو سي يعني، لكن ده جلوبالي سبيكينج دي المميزات او الكاركترستكس اللي بتميزه عن الاي تي تي مثلا. طيب تركيبه، احنا قلنا الفيس ماسك كان بيبقى فيه الكونكتور اللي هو ال 22، هنا انت عندك ال 15، تمام. الاليبتيكال كاف معروفه موجوده تحت، شكلها شبه الفيس ماسك بس عشان تعمل اير تايت حوالين اللارنكس، تمام. وعندك فوق اللي هي البالون، احيانا بيعملوا بالون مخصوص ما يبقاش فيها اي حاجه ميتال، علشان او السيلف سيل فالف اللي هي البالونه يعني اللي فوق، علشان لو العيان في الام ار اي، تمام. في الاولاني خالص بتاع التلفليست بتاع سوري التلفليكس في تو سليتس، تمام، علشان يبريفنت الابيجلوتس من انه يقفل، بس مش الكل كده، مش الكل كده، تمام. يعني ايه التركه دي ببساطه؟ بسم الله. يعني هتلاقي ان في انواع، في انواع هتلاقي ان الفتحه اللي موجوده هنا فيها سلتس بالطول، وفي انواع
هتلاقي لا مفتوحة على طول. ده يعني يقال إن ده بيعمل لك سبورت أحسن علشان الإبيجلوتس بيبقى فوق هنا، تمام؟ فده كأنه نوع من الـ بيدي ستابيليتي للفيس للـ LMA. جميل. البروسيل بقى بيبقى فيه اديشنال لومن زي ما قلنا، اللي هو السكند جينيريشن. في حاجات بتبقى اوسع بتقلاو ان انت تحط تيوب ثرو زي الانتيوبيتنج، تمام. في انواع بيبقى معاها حاجه انتجريتد بايت بلوك عشان ما يخليش العيان يعرف يعض عليه. معظم الوقت هي بتبقى سنجل يوز، تمام. وزي ما اتفقنا ان السكند جينيريشن بيبقى احسن من الفيرست جينيريشن في انه بيساعدك ان انت تفضي الاستومك احسن، تمام. طيب هو دلوقتي على مستوى الشغل انت بتعمل بيه ايه؟ هو الترناتيف للفنتيليشن ثرو ذا فيس ماسك، ودي حته مهمه علشان كده قلنا في كانت انتبيت كانت فنتليت لازم تجرب الاول. ان انت لو مش عارف تفنت العيان بفيس ماسك، عنده بقى بقه كبير، في مشكله في السنان، الماسك مش راكب عليه، تحط له LMA وتعمل له منه مانوال فنتليشن، تمام. او لو انت العيان هتستمر على الموضوع مش عايز تركب ETT، اقل مثلا في من في الكارديوفاسكولار ستريس شورت بروسيجر واتس ايفر يعني، تمام. طيب في النهايه لما بيركب بيبقى مكانه فين؟ في البيز اوف ذا تانك سوبيريور والبايريفورم فوسا، تمام، على اللاترال سايد والاسوفجيال سفنكتر انفيريور، تمام. لو ما جابش معاك من اول مره ممكن تغير انذر سايد، تمام. وفي برضه حته مهمه احيانا بتسال في الميس كيوز اللي هي الفارنجيال سكريشنز. خدوا بالكم هنا اللي مكتوب ايه، ايت كان بروتكت ذا لارنكس فروم فارنجيال سكريشنز مش جاستريك ريجابيتيشن. يعني احنا حتى لما بتخلص العيان بيقول لك وانت بتطلع ال LMA ممكن تطلعه بارشلي انفليتد. ليه؟ علشان يطلع السكريشنز معاه بره. السكريشنز انهي؟ اللي في الفارنجز، الله يكرمك، مش بتاعت الاستومك، تمام. عشان لو دي في الام اس كيو خصوصا البريطاني بيبقوا حلوين قوي يعني كلمه بتفرق. فهاو تو انسرت بقى، انت تشتغل ازاي كلينيكالي وايز؟ بتاخد بالك تختار السايز الاول كويس، تمام. وده الجدول بتاع السايزز بتاعتهم. الليدنج ايدج اوف ذا ديفليتد كاف شود بي رينكل فري فيسنج اواي فروم ذا ابريتس عشان ما تعورش العيان. بتروبليكيت لوبريكيت سوري الباك سايد، تمام. وتظبط العيان في السنابنج بوزيشن. في طريقه اللي هو بتدخله انت تدخل تدوس وتلف، او ان انت تدخله ان ذا بوزيشن فروم ذا ستارت. تاخد بالك ان العيان يبقى in a good anesthesia depth، تمام. ومن محتاج حاجه برضو لو انت العيان صاحي غير وهو نايم، تمام. وما حاول قدر الامكان انت ما بتتعاملش عليه او ما بتشتغلش على اي حاجه في الفارنج السكشن والكلام ده غير لما العيان يبقى فول اويك عشان ما يخشش في سبازم منك. طيب احنا قلنا ان هو بديل للفيس ماسك وبديل للتراكيال انتوبيشن. ايه الميزه هنا والميزه هنا؟ هاندز فري بيتر في البيرد بيشنت، ليس كامبرسام في الاي ان تي سيرجري، ايزير تو مينتين الاير واي، بروتكت اجينست سكريشنز، اير واي سكريشن مش الجاستريك سكريشن، ليس للفيشال نيرف، ليس اي تروما، تمام، ليس اوبريتنج روم بوليوشن. لان انت وانت حاطط الفيس ماسك على وش الواد او الاطفال بالذات يعني ممكن ياثر، تمام. طيب هو بقى بالنسبه للفيس ماسك لا هو مور انفيزيف، تمام، مور ريسك في التروما، تمام، خصوصا لو لسه بيجرب محتاج انستيزيا اعلى من ما انت محتاج انستيزيا هنا. بتشتغل على تيوبلو ماندبلر جوينت مش زي هنا، انت ما بتفتحش بقى العيان خالص. فهنا لو العيان معاه فيري ليميتد ماوس اوبننج انت بتقدر تشتغل، لكن هنا لا هتحتاج ان بقه يتفتح شويه. احيانا يحصل نيتريك اوكسايد، يحصل له ديفيوجن في الكف، تمام. طبعا الكونترا انديكيشنز بتاعته اللي هي اهمها العيان فول ستومك زي ما انت فاهم. طيب بالنسبه مقارنته بالاي تي تي احسن في ايه؟ ليس انفيزيف، تمام، ليس مور يوزفل طبعا في الديفيكال ديفيشن، اقل في التروما، اقل في البرونكوس باز، اقل في اللارينجيوس باز، مش محتاج مصر ريلاكس، تمام، مش محتاج نيك موبيليتي، تمام. اسوفجيال اند برونكيال صعب جدا انها تحصل معاه، هو اساسا سوبرا جلوتيك فوق.
طيب ايه مشكلته؟ increase risk of aspiration، خصوصا لو العيان برون او جاك نايف. تمام، ما تقدرش تحطه على بي بي في لو العيان في الفنتليتنج، لو العيان اوبيز مثلا عنده سيرفيكال لانج ديزيز، لا ما تقدرش تعمل بوست بريشر فنتليشن في كل الوقت. تمام، ليه؟ لان انت ليك ليميت اعلى من كده، اعلى من كده الجهاز اللي انت مدخله مش هيخش على اللارينكس ولا هيخش على الشيست، هيقوم داخل دايركت على اللان على الاستومك، يبقى انت مش بتفنت العيان، انت بتفنت معدته. تمام، بعد كده جريتر ريسك طبعا اوف جاستريك ليك وفوليوشن وجاستريك ديستنشن. تمام، اهم حاجه هنا انا اتمنى طبعا انا مش هتكلم، ما اتكلمتش كتير في ازاي تركبه وازاي تتعامل في كلينيكال تيبس، معظم الناس اكيد اشتغلت بيه. انا حاولت نبقى تارجتد على البوينتس اللي هي مش كلينيكال قوي ولكن بتتسال زي ما اتفقنا وبتشوفها في امتحانات كتير. طيب ال endotracheal tubes ايه هي الفيتشرز بتاعتها؟ السايز، السايز بيبقى ريفيرنج تو الانترنال دايامترز. تمام، كل تيوب بيبقى لها انترنال دايامتر واكسترنال دايامتر او الاوتسايد دايامتر اللي هو الاو دي. الرقم اللي انت بتشوفه على التيوب او اللي احنا بنتكلم بيه ده الانترنال دايامتر. تمام، بيبقى بالملي متر، وبنحسبه احنا ازاي كلينيكالي وايز؟ الاتش على 4 زائد 4، مش الاوتر الله يكرمكم، ومش طول التيوب ولا الكلام ده كله. تاني حاجه الطول بقى، ده بيبقى بالسنتيمتر. تمام، بيبقى احيانا في حاجه اسمها بلاك انتيوبيشن ديبث ماركر، ماركرز دول لازمتهم ايه؟ دول بيبقوا قبل الكف بشويه، فكره موجودين في بعض الديزاين، كلام فاضي، كل الفكره ان انت لما تتاكد ان هم واقفين على الفوكال كوردس يبقى اذا انت اكيد الايه؟ البوزيشن اوف ذا تيوب بيبقى كويس. انت بتحدد البوزيشن اوف ذا تيوب غالبا بعد العمليه لو العيان هيفضل انتيوبيتد ولا حاجه بالشيست اكس راي، وبتبقى انت عايز ان التيوب تبقى واصله للمتراكيه، يعني الاوبتيمال بوزيشن في الاكس راي بتاع التيوب، ان ان التيوب تكون ميد تراكيل مش لارنجيل. تعرفها ازاي في الاكس راي؟ بيبقى عندك اتنين كلافيكل كده حلوين، وعندك الاير كولومن اللذيذ بتاعك، وعندك هنا الكراينا باينه، ده بيبقى الاير كولومن بيسموه. تمام، فانت عايز تبقى في نص المسافه هنا بالظبط. يقال بقى ان الشركات عامله البلاك ماركينج دي بحيث ان انت لو خليت المارك دي وانت بتحط التيوب جوه العيان عند الفوكال كوردز بالظبط، فانت غالبا كده طرف التيوب هيبقى في نص التراكيه بالظبط. تمام، يعني يعني دي برضو ممكن تشوفها في ام اس كيو او حاجه. بعد كده ريزيستنس تو اير فلو، دي برضو من الحاجات المهمه. تيوب، ايه المشكله ان انا احط تيوب صغيره في عيان كبير؟ الاير واي ريزيستنس بتبقى عاليه، المعادله اللي هي قايم عليها 99.9% من الفيزيكس بتاعتنا كلها اللي هي ايه؟ الفلو بيساوي دلتا بي على ار، وهي دي الفلو، ده كميه اللي هي بيسموها كيو دوت الكوانتيتي بير يونت تايم، كميه الحاجه اللي بتعدي. تمام، بتساوي فرق الضغط ما بين النقطتين على الريزيستنس اللي ايه اللي فيه. كل ما حضرتك الريزيستنس دي لو تفتكروا ار تربيع بتاعت زمان، انا هشرحها في الهاج موازي ليه. فكل ما التيوب حجمها بيصغر كل ما الريزيستنس بتاعتها تعلى حضرتك. تمام، وانت عايز تدخل المينت فوليوم بتاعك. تمام، فالفوليوم ده حضرتك مش هيعرف يخش، والا تضطر تفضل تزود البريشر كمان وتفضل تزود البريشر كمان، تلاقي الاير واي بريشر عالي جدا. تمام، وانت يو كانوت فنتليت ذا بيشنت، واي؟ بيكوز الريديوس قليل وعليه فالريزيستنس عالي. تمام، دي برضو خد بالك، هنا احنا بنتكلم عن السايز بتاع التيوب ده الانترنال دايمتر. تمام، وهنا بقى ازاي يعني كورليتد للايدج والكلام الفاضي ده. البيفل، البيفل دي اللي هي الفتحه اللي بتبقى موجوده في بعض الحتت واحيانا يسموها ايوه الميرفي اي، لا سوري الميرفي اي غير البيفل، انا اسف، الميرفي اي الفتحه اللي قدام البيفل. البيفل بتاعت التيوب غالبا بتبقى رايت سايد، اللي هي فتحه التيوب العاديه. تمام، التيوب ما بتبقاش نازله في الاخر عامله كده مثلا ومفتوحه كده، لا التيوب بتبقى نازله كده اوكي، والبيفل بتاعتها سليت شيب كده اوكي، وقصادها من الناحيه الثانيه
هنا فتحة قصادة تانية بيسموها الميرفي اي، عشان لو سيادتك دي اتسدت دي تتفتح. اوكي، يبقى البيفل تمام غير الميرفي اي، غالبا ليفت فيسنج تمام واوفر، بتحسن الفيو اوف ذا فوكال كورد، عشان انت وانت ماسك التيوب وانت رافع وجايب الفيو، فهتبقى ايه طرف التيوب من جوه يساعدك ان انت تشوف الايه الفوكال كورد. تمام، وقلنا الميرفي اي ولازمته الكاف. الكاف التراكيال سواء نيزل، في منها نوع كاف ونوع ان كاف، وكان زمان كلام على ان انت ما بتحبش النون كافد في الاطفال الصغيرين، عشان في سب جلوتك ستنوتك اساسا، فهو ما بيبقوش محتاجين كاف. دلوقتي بداوا يقول لك لا، وفي كله بيستعمل كافد تيوب في كل السنين اب تو نيونيت، طالما ان هي تقدر فيتنج ويل. الارقام، انت دلوقتي ما بين حاجتين، ما بين ان زي ما قلنا لو انا حطيت تيوب صغيره هيحصل الفلو صعب، لو انا حطيت تيوب كبيره اوكي وعليها الكف بتاعها هيحصل بوست اكستيبيشن سب جلوتيك اديما، فانت يو نيد تو بالانس بين الاثنين. عايز تقلل الريسك، لازم وانت بتحط التيوب لازم يبقى عندك ليكج على 15 سنتي، يعني تقفل الفالف بتاعك على 15 وتبدا تعمل باجنج وتسمع فيه هس ولا لا. تمام، الانكافد تيوب زي ما قلنا مينلي في الاطفال، ودلوقتي بيستعمل في الكل. البريشر في الكف تمام المفروض يبقى من 10 من 15 ل 20. ليه؟ علشان يقلل التشو ايديما اللي بتحصل. تمام، ناخد بالنا ان لو انت بتستعمل نيتريك اوكسايد سوري نيتروس اوكسايد، ده ممكن يديفيوز جوه الكف ويزود لك البريشر جواه وياثر على الميوكوزا. تبس دي كلها بتتسال في الام اس كيو. انواع الكف عندك ايه؟ في عندك هاي بريشر لو فوليوم، تمام، دي علشان تمنع لك الفوميتس، تمنع لك السكريشنز، تمام، بس مشكلتها انها ممكن تعمل نيكروزس. والعكس، في عندنا هاي لو بريشر هاي فوليوم، كبيره حجمها كبير تمام، دي احنا هنا ولكن اقل في اقل فرص انها تمنع الاسبيريشن. تمام، طبعا في بقى انواعها بقى تاني، عندنا انواع كتيره للاي تي تي. في بقى اللي هي الارمورد تيوب، دي اللي هي بريفنت الكينكينج، بيبقى فيها زي واير كده. في عندنا حاجه اسمها الراي اللي هي اللي بتبص لفوق نورث والداون. في المايكرو لارينجيال تيوبس، في الدبل يومن، في اي تي تي مع برونكيال بروكر برونكيال بلوكر زي الاراندت والحاجات دي. في ميتال تيوب علشان الفاير، علشان الليزر. في انواع اللي هي الكيرف تيوب بتبقى جايه للنيزل تمام. وفي زمان كان الناس بتشتغل بالرش في البلايند نيزل انتيوبيشن، التيوب لونها احمر كده ورابر، طبعا بقت ابسوليوت دلوقتي مش موجوده اساسا، ولكن الكيرف بتاعها وطبيعه تكوينها كانت بتساعد جدا في موضوع البلايند نيزل انتيوبيشن. تمام، برضو ان شاء الله لما نتكلم في الفيزيكس في الاكويبمنتس هنتكلم بقى على ان ديتيلز على انواعها وكل واحده ايه مميزاتها وايه عيوبها وايه الكاركترستكس بتاعتها والحاجات اللي بيتسال فيها في الامتحانات. بعد كده اللارينجيوسكوبس. اللارينجيوسكوبس في انواع، عندنا الريجيد اللي هو البلدي خالص اللي كلنا بنشتغل بيه، وفي الفيديو اسيستد او الفيديو لارينجيوسكوب اللي بيسموها اندايركت. اشهر حاجتين الماكنتوش والميلر، بس هو كل واحد على الصبيحه كل يوم عيد اضحى كده بتلاقي في عالم طالع وقرر ان هو يطلع لنا نوع جديد من اللارينجيوسكوبس. ففي طبعا مليون نوع، ما تشغلش دماغك، في الغالب محدش بيسأل كتير في الأنواع. المشهور جدا دايما الماكنتوش والميلر. ماكنتوش اللي هو الكيرفيد، الميلر اللي هو الستريت. في واحد ابن خالة الميلر اسمه الويسكونسون، تقريبا عاملينه في جامعة ويسكونسون في أمريكا. يعني الفرق الأساسي ما بينهم في ببساطة كده في شكل الفتحة نفسها، يعني الميلر هو بيبقى ستريت كده تمام، وما تبص عليه من هنا تلاقيه عامل كده تمام. الويسكنسون لا، مقوس شويه يعني تقويسته مختلفه تمام. الماكنتوش بيبقى ماشي عامل لو كيرف كده، وده اللي احنا غالبا احنا كانستست معظمنا بيستعمله. الاثنين دول ده مش مشهور قوي، بس احيانا بيسالك ايه الفرق بين ده وده، ما بتجيش كتير. الميلر مين اللي بتوع البيدياتريكس اللي بيعرفوا يشتغلوا بيه او بيحبوه، وله تكنيك لوحده، يعني التكنيك لوحده وله طريقه
تمام، وله هيد بوزيشن لوحده، فاهمني؟ ومينلي زي ما بنقول في البيدياتريكس، فلو انت مش فاميليار معاه ما تدخلش عليه، وان كان يفضل ان انت المفروض تكون بتعرف تستعمل الاثنين. تمام، هم دايما يجيبوا عشان الكلينيكال الاثنين بيفرقوا من بعض، الماكنتوش من الميلر دايما بيحبوا يسالوها في الامتحانات، لان زي ما بقول لك الميلر انت لازم تاخد اللي بجلوتس معاك، يعني ميلر اسهل للناس اللي ما بتعملش انتيبيشن في الادلت، هو بيقوم داخل اول ذا واي ان، داخل بالميلر للاخر لحد ما يوصل للسوفيكاس ويقوم رافع لفوق ويبدا يطلع بالراحه فيري سلايتلي اول لحد ما تسقط له اللارنكس، تمام، وبيبقى ساحب اللي بجلوتس فوق، وبيبقى الهيد بوزيشن في البيدياتريكس بالذات هو بيبقى اسهل. تمام، ولكن زي ما بقول لك انت لازم تبقى متعود عليه، يعني ان هو في الادلت غالبا انا ما جربتوش في الادلت خالص، انا اشتغلت بيه يعني مرات مش كتيره برضو في البيدياتريكس، ولكن زي ما بقول لك هو البليد بتبقى ستريت كده، فانت بتدخله اول ذا واي، ولو ده مثلا اللارنكس هنا تبقى كده، وفوقيك هنا الابيجلوتس موجود هنا، تمام، وده المدخل اللي انت داخل منه والعيان فوق، تمام، فانت بتدخل اول ذا واي ان، وبعد كده تبدا تسحب بالراحه 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 وانت طالع، تسحب البليد وانت طالع كده، تمام، لحد ما بتوصل على الليفل اللي هو بيبقى البليد بالظبط بالظبط هنا كده، بيبقى البليد هنا كده غطيتها ليه كده، اوكي، بحيث ان اللارنجز بقى سقطت قدامك نزلت كده، وانت الابيجلوتس معلق فوق، الابيجلوتس معلق فوق وفتحت اللارنجز في وشك، وده الاسوفجس تحت. لكن الماكنتوش لا، انت الماكنتوش الكيرف بتاعه ده انت بتدخله قدام الابيجلوتس، بيبقى هانجت قدامك وانت بتدخل من هنا وترفعه لفوق بحيث ان اللارنجز تبان قدامك. الميلر مش كده، تمام، اتمنى تكون النقطه واضحه. طيب ده بالنسبه للماكنتوش والميلر. في الماكوي برضو احيانا يحبوا يسالوا فيه، كان قديم يعني، هو من الحاجات اللي ايه اتعملت بدري قوي فخد صيت قديم وخلاص. فكرته ان هو ماك عادي خالص، بس له ايد تضغط عليها يعمل التب اللي جوه ترفع بالزياده. ازاي يعني؟ لو ده الماكنتوش دي الهاندل بتاعته، اوكي، وده الهاندل، انت بقى وانت جوه الماكوي له ايد هنا كده في الجنب، تمام، وانت جوه تقوم قافل الايد دي كده، تلاقي التب دي راحت متحركه كده كانها بتعمل مور فليكشن ومور اليفيشن لعمك الحاج اللي بجلوتس جوه، فتديك اكسبوجر احسن. تمام، ايه بقى الفيديو لارينجوسكوب؟ كل الفكره ان هم تحت على التب بتاع اللارينجوسكوب، بدل ما بيعملوا بيحطوا سورس اوف لايت بس، بقى بيحطوا سورس اوف لايت وجنبيه كاميرا صغيره كده ديجيتال، وعلى الايد من فوق بتبص على التيوب بتاعته، تمام، بتبص على كاميرا صغيره ملحقه بيه. زي ايه يعني؟ ده مثلا اهو، ده قلنا الماكنتوش العادي اهو، اوكي، وده، فهو هنا بيحط لك كاميرا صغيره ديجيتال كاميرا فيري سمول وان، تمام، وبيحط لك هنا شاشه عشان تشوف عليها. في انواع كتيره برضو مش هنخش فيها كلها، انت برضو تعرف نوع او اتنين تبقى فاميليار معاهم، زي الماجريس، زي الجلايدوسكوب، زي الاير تراك، تمام. اللي انا رسمته دلوقتي ده هو ده الماجريس، شبه الماكنتوش وكده. الجلايدوسكوب بيبقى حته واحده اهو، الاير تراك بتحتاج ستايلت انت تشتغل بيهم، دي برضو من الحاجات المهمه، ان انت لانه عامل زي الفيديو جيمز كده، انت شايف الحاجه قدامك وشايف التيوب، بس عشان تيوب تتحركها لفوق بتبقى محتاجه ستايلت او بوجي، تمام. مره انا سالت دكتور جنزوري رحمه الله عليه، مش عارف ربنا يرحمه او كان حي او ربنا فقابلنا مره في مؤتمر في القاهره، كنت بساله يعني ايه كميه الحاجات اللي بنقراها في الامتحانات كتيره جدا على الاير واي واللارينجوسكوبس والحاجات كتيره جدا، فانا سالته هو بيقول لك
انت الريجيد لارينجوسكوب يو ماست نو ات باي هارت. واعلى حاجه اللي هو الفايبر اوبتيك يو شود دو ات ليست 50 كيسز ديورينج يور ريزيدنس الكتيف. طبعا كيسز ما تشتغلش بالفايبر اوبتيك في البدايه بالذات على عيانين امرجنسي. طيب ما بين بقى الريجيد لارينجوسكوب وما بين الفايبر اوبتكس قال لك تراي تو تشوز تو تايبس وتتقنهم كويس جدا ودعك بقى من الهري الكتير والكلام الكتير والانواع الكتير دي. تمام. فعلشان برضو الناس ما تبقاش طب انا ماجريس ولا جلايدوسكوب ولا اير تراك ولا ماكوي ولا ميلر مفيش الكلام ده كله. انت الريجيد لارينجوسكوب ماكنتوش مثلا او ميلر يو ماست نو ات باي هارت should also know الفايبر اوبتيك باي هارت. بعد كده ان بتوين بقى تنقي لك اتنين، هل انت مثلا هتحب تشتغل مثلا بريتروجريد، هتحب تشتغل بالماجريث، لا انا اللايدوسكوب الاير تراك واتس ايفر، في مليون نوع، نقي النوع اللي انت بتبقى مبسوط فيه وتشتغل، اختار لك نوعين على الاقل. تمام. بعد كده التكنيكس بتاع الايه اللارينجوسكوب امتى نعمله، ازاي بنبريبير الانستيزيا، رود بوزيشن، كوندكشن، كونفيرم والحاجات دي كلها. امتى بتعمل انتيوبيشن، عايز سكيور الاير واي، عايز تفير اوف اسبيريشن، خصوصا لو العيان في التروما، لو الجلاسكو كوما سكيل اقل من 8 او رابيدلي ديتيريوريتد يعني نزل اقل من اكتر من 2 في خلال ساعتين. تمام. عيان هياخد جي اي خصوصا لو ابنورمال بوزيشن، او لو عايز تعمل ساكشن من التيوب نفسها من اللنج، سي بي ار. تمام. بس انت ممكن برضه تشتغل سي بي ار من غير تيوب، يعني اتس نوت ان انديكيشن، عشان ما حدش مثلا يقول لي احنا ما خدناش في الجايد لاينز او في الاي سي ال اس والكلام ده انه هاف تو بوت تيوب. لا، هي بيستعمل. تمام. خصوصا لو في انيستست موجود او يو ار فاميليار معاه، لكن لو انت مش هتعرف خلاص بتكمل من غيره يعني، او لو هتحط العيان فور ميكانيكال فنتيليشن ايا كانت بقى الديتيلز بتاعتها. بريبريشن زي الاير واي اسسمنت، الاكويبمنتس، الدراجز، الريسستيشن باج، تشيك الانستيزيا ماشين، الاكويبمنتس بتاعتنا اللي احنا لسه قايلين عليها والسكشن والكابن والحاجات دي. وغالبا برضو بتحتاج جي اي طالما هتحط اي تي تي. تمام. في عندنا حاجات ممكن نركب اورال، ممكن نيزل، انتي جريد، ريترو جريد، الكلام اللي قلناه ده كله. تمام. وممكن تستعمل كونفنشنال وممكن تستعمل سيرجيكال، ممكن تخش والعيان اويك، وممكن تدخل والعيان صاحي سوري او سليبنج، ممكن تدخل جايدد انت شايف انت داخل ازاي، ممكن تخش بلايند انت ما انتش شايف لكن انت داخل بلايندلي زي ريترو جريد مثلا دلوقتي، او حتى البلايند نيزل. تمام. فدي الكلاسيفيكيشنز بتاعت الانتيوبيشن. فانت في الاخر مثلا بتقول ان this patient was orotracheal intubated guided by laryngoscope under GA. لميت انت كده الدنيا. تمام. بعد كده هندخل على الكومبليكيشنز بقى بتاعت الانتيوبيشن. طبعا مش هكلمك ازاي تعمل انتيوبيشن، موضوع اسهل من كده بكتير واكيد كل الناس اشتغلت فيه، ولكن في كومبليكيشنز مور ريليتد للانتيوبيشن بتحصل معاه. ولكن انا استاذنكم ان شاء الله نخليها للمره الجايه، اكزوستد شويه معلش. وجزاكم الله خيرا، وعسى يكون دمنا ما كانش تقيل عليكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.